احنا دلوقتي نادية جندي بعد شوية هتمشي على المسرح وهتفتكر مشوارها وهي ماشية، لأنها بتتكرم النهاردة عن مشوارها. وانتي ماشية ايه احلى حاجة في مشوارك؟ هتهدي له جايزتك النهاردة تكريم مشوار العمر. كان صعب ومش سهل ابدا اطلاقا، لكن انا سعيدة بان في الاخر النتيجة حب كبير من مصر ومن العالم العربي كله، فده يعني كان نوع من ايه، عايزه اقول ايه، يعني كان نوع من التقدير، وانا فخوره بيه حقيقه. مشوار لسه ناقصه ايه؟ والله بصي، طول ما الفنان عايش عنده امل، وطول ما الفنان عنده قدره على العطاء، الفنان اولا ملوش عمر، ده أول حاجة لازم نتفق عليها. فنان ملوش عمر، طول ما هو عنده قدرة على العطاء وعنده قدرة على إنه يسعد جمهوره يستمر. بس فأنا لو تقولي أنا عملت كل حاجة في حياتي، كل الأدوار اللي ممكن تتخيليها، ولكن برضو حاسة إن أنا جوايا طاقة، حاسه ان انا ممكن اعمل حاجات كتير قوي 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 قوي. وده احساس جميل، لان لما الانسان مش بس الفنان بيحس ان هو خلاص ما عندوش حاجه يديها في الحياه، او فقد القدره على العطاء، بيبقى خلاص الحياه ملهاش اي معنى خلاص. لكن طول ما انت عايشه ان عندك القدره على العطاء، يبقى اكيد ناديه الجندي هتدينا اعمال حلوه الفتره الجايه. انا عارفه ان انت بتدوري وبتبحثي، وعارفه ان انت لعبتي كل الادوار، الصعيديه والمدمنه، الانثى، الكوميديه، كل الانواع وكل الادوار ناديه الجندي قدمتها، ومش بس قدمتها، ده الاجيال اخذوا منها وعملوا منها مسلسلات. الحمد لله افلامك اتعملت مسلسلات بالاجيال الجديده. صح يعني. فاعتقد لسه في ادوار. بصي، طول ما انا ببحث على كل ما هو جديد في المجتمع وكل ما هو يهم الناس، فطبعا في مواضيع، لان الفن هو مرآة المجتمع، فانت بتشوفي ايه الجديد اللي بيحصل وبتقدميه للناس، بتشوفي ايه الاحداث الاجتماعيه والسياسيه المهمه بتاعت الساعه، يعني موضوع الساعه. فانا دايما بجري ورا موضوع الساعه، وده الحمد لله سر استمراريتي لغايه دلوقتي، ان انا ما بقفش عند موضوع معين او اكرر نفسي، فدايما ببحث. فهو ده يمكن بياخد مني وقت كبير، ما بيهمنيش ان انا انزل كل سنه، ده ما بتفرقش معايا. المهم انك تنزلي بحاجه تعلم. بالظبط، المهم ان انزل بحاجه لها معنى، بتقول شيء، فيها رساله، بتعالج مشكله قوميه، قضائيه، مشكله اجتماعيه، مشكله، ده المهم بالنسبه لي. اكيد، وانت عينك دايما بلاقيكي بتتابعي اللي بيحصل سياسيا واجتماعيا وفنيا، تتبعي طول الوقت ابديت، انت عايشه ابديت مع اللي بيحصل، فاكيد عينك رصدت شخصيه دلوقتي اللي هي حديث الساعه، بتشتغلي عليها. نعلن عنها ولا لا؟ مش هقول لك. شفتوا ناديه الجندي بتخبي عليا يا جماعه، بشاهدكم لايف اهو.